تعمل المستشفيات على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمات العلاجية في الرياض. طبقت إحدى المستشفيات خدمات علاجية تقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال أجهزة تربط سيارات الإسعاف بمركز القيادة والتحكم بداخلها. دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي يعمل على تشكيل ثورة في الخدمة العلاجية المقدمة للمريض. هنا في هذا المستشفى في الرياض يقدم أحد الحلول التقنية أفضل الممارسات الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة من خلال الربط الذكي عبر تقنية الاتصال المرئي بين خدمات الإسعاف ومراكز القيادة والتحكم بالمستشفى. التقنية هذه أول مرة تعمل في الشرق الأوسط بالنسبة لحركة الإسعافات، يتم فيها متابعة حركة الإسعاف، يتم فيها ربط كابينة سيارة الإسعاف من الداخل صوت وصورة مع الطبيب في مركز القيادة والتحكم، يصير الاستشاري يتابع حالة المريض وأيضا إعطاء الأوامر الطبية وأيضا متابعة حالة المريض، التدخل الطبي وقت الحاجة. في العلامات الحيوية أنا متابعها عن طريقي، ممتاز، واضحة في الصورة عندي. عمل التخطيط الآن. يبقى المريض تحت المراقبة على مدار ثانية من خلال كاميرات المراقبة والاتصال المباشر بغرفة الإسعاف. المريض يعاني من ألم بالصدر وقد تكون اشتباه في جلطة قلبية، تم التعامل معه بشكل سريع وعمل العلامات الحيوية بالشكل اللازم وعمل بعد تخطيط القلب وتبين أنه في قد يكون هو عبارة عن اشتباه بتكون جلطة قلبية، وتم إعطاءه بعض الأدوية في التدخل السريع مثل مسيلات الدم، وتم توجيهه إلى أقرب فرع لدينا. أدخل هذا المستشفى التقنية الحديثة التي تعتمد على ربط كل الأجهزة الطبية بالإسعاف بنظام التحكم بالمستشفى. يتم متابعتها من قبل الاستشاري اللي موجود في غرفة القيادة والتحكم، إعطائه كامل المعلومات وأيضا التواصل المباشر زي ما نقول لايف، فبالتالي على الهواء يعطيه جميع المعلومات وبالتالي يعطيه جميع الأوامر الطبية من الطبيب الاستشاري، هذا يرفع معدل القدرة على التشخيص بشكل سريع. تمكنت التقنيات المستخدمة من إنقاذ حياة الكثيرين من ضحايا الحوادث والحرائق والجلطات والحالات الحرجة عموما. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض.